السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. ماذا نقرا؟ وكيف نقرا؟ السؤال الذي يسبق هذين السؤالين هل نقرا؟ مش كلنا او مش مجتمعنا للاسف مع انها من العادات الصحيه جدا. التنميه البشريه تبدا بالمجهود الشخصي الفردي واللي جوهر عمليه القراءه. لانها وسيله تحصيل المعرفه اليوم. فخارج اطار التعلم يعني برا كتب الجامعه برا كتب المدرسه برا هيدي القصص بنقرأ كمطالعه ام لا يعني بس بدي ومتفائل سلفا ان شاء الله بالموضوع اعرف مين بيعمل مين عنده برنامج مطالعه او بيقرا كمطالعه خارج كتب التعليم اه الاكثريه حسين ما رفع ايدهم رح اتحاسب انا وياه طيب ممنون بس الاكثريه عندنا نظام مطالعة إذا مش نظام عندنا فترات مطالعة أنا أتصور أنه نحن من القلة القارئة في مجتمعنا للأسف هل منيح لنا بس أنه نحن من القلة القارئة لأن بالحسابات بالدراسات اللي حصلت رح نشوف بعض النماذج منها بعد قليل القراء في بيئتنا قلة ورح أحكيكم كم دقيقة حتى بنقرأ نحن بشكل عام ماذا نقرأ و... كيف نقرا اول نقطه اهميه القراءه ما بتصور في داعي اصلا نسهب في الحديث عن اهميه القراءه لان اول كلمه حتى بال حتى بالمنظور الديني يعني حتى عند الذين يرون الدين من زاويه تقليديه اول كلمه نزلت على هذه الامه اقرا اقرا باسم ربك يعني باسم المعرفه التي اوحى بها هذا الاله لعقولنا لذكائنا المركب لكن هذه الامه التي ابتدات فيها كلمه اقرا واللي يفترض اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد اطلبوا العلم في الصين وجوبوا كل العالم من اجل كلمه وسابقا سابقا امجادنا التاريخيه اللي ضلنا نعلق عليها سابقا كان الانسان احيانا كان بعضهم يقول عرضت لي مساله علميه وهذا كان في المدينه ومن لديه جوابها في خراسان في خراسان يعني في شمال ايران عم نحكي فراح مشوار من المدينه مش بالسياره ولا بالطياره ذهب مشوار من المدينه الى خراسان كي يسال عن مساله علميه لانه العلم محترم لانه العلم قيمه انا ذاك هيك اليوم نفس هذه الامه اذا عم نحكي كنسب كنسب للقراءه في واقعنا اليوم للأسف وضعنا محزن في بعض الدول خلونا منا إيش مع أوروبا أو باعتبار أنه أو مع اليابان لأنه عندهم نسب مخيفة بالقراءة خلونا إيش مثل مثلا مع أمريكا اللاتينية اللي تحت في بعض الدول هناك بعض الدول فيها متوسط مطالعة الإنسان في العام الواحد بالسنة كلها سوا ما بين 80 إلى 102 ساعة يعني في عالم تقرأ أكثر في عالم أقل بس المتوسط الجمعي خلونا نقبل بالثمانين هناك دراسات في بعض الدول العربية عم نحكي خارج كتب الدراسة وللأسف هي مخيفة لأمة اقرأ بعض الدول العربية يصل فيها متوسط قراءة الفرد خلال العام ست دقائق اه ست دقائق ان يعني في عالم ما طالع ابدا من لما خلص المدرسه طلقها من لما خلص الجامعه تبر منها كليا الكتاب والمعلقة صار عمل وسهرات وارجيله ومشاوير مش عم ذم كل اللي بهرقلوا اكيد بس قصدي صار عنده توجه معين في الحياه كمطالع على الاسف ما في عن دافعيه للموضوع لكن عمليات القراءه اليوم هي علم علم بالمعنى الحقيقي كم كلمه بتقراوا في الدقيقه وكم كلمه تستطيعون ان تقرأوا في الدقيقه رح بالبون الشاسع ما بين هذين الرقمين لكن قبل ما نقول قديش بنقدر نقرا كم نقدر نفكر تقريبا متوسط قراءتنا 250 كلمه في الدقيقه وهذه دراسه اوروبيه بتصور عنا يعني من خلال مجموعه كبيره من دورات القراءه وورش القراءه التخصصيه اللي عملتها نحن تحت ال 175 تقريبا لانه بنعمل ضمنها اختبار سرعه قراءه في الدقيقه 250 كلمه لحد ال 150 كلمه بنقرا نحن لما نمسك اي شيء لكن الدماغ كنظام تفكير كطاقه تفكير في الدقيقه الواحده يستطيع ان يعالج 50 الف كلمه 50 الف يعني في 200 ضعف هدر عم يروح معنا واحد على ميتين عم نشغل نحن من قدرة الدماغ الفعلية الدماغ آلة مذهلة لمعالجة البيانات عدد خلايا الدماغ يفوق عدد مجرات بحالها والأعظم منه الوصلات العصبية المذهلة ما بينها كل هذا في وادي ونحن بعدنا بنقرا يا جماعة كلمة 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 وأحيانا منقطش ومنعيد لما نسها آه رح نحكي وللاسف في بعض الناس ما بيقراوا اساسا. نحن نمتلك القدرات لكننا لا نمتلك الاليات، تعالوا اليوم كي نتحدث في الاليات. ادوات القراءه الاداتان الرئيستان هما الدماغ والعينان. صحيح؟ الدماغ الذي يعالج البيانات والعين تلتقط الصوره وتنقلها الى هذا الدماغ. اولا العين شيء مذهل من حيث كميه الالتقاط وسرعه الالتقاط انا عم شوفكم كلكم دفعه واحده قد تكون مركز على حدا مثلا هون لكن عم لاحظ كل الحركات الاخرى عم لاحظ المصورين واقفين الاضاءه العين موجوده وعم تستوعب كل هول حتى اللي هلا رفع ايده وحك راسه ورا انا شايفه فعليا انا معود ان اركز على اكثر من نقطه في نفس الوقت لكن لما نجي لنقرا نغرق في كلمه واحده كل مساحه العين بتروح اليوم رح نحكي كيف ممكن نوسع هذه المساحه ونقرا اكثر فبالمبدا العين قادره الدماغ الدماغ مذهل في هذا المجال عندنا يعني ماكينه مثل ما بنعبر باللغه العاميه جبارة يمكن للدماغ ان يعالج ما عم نحكي كلمات 2 مليون معلومة في الثانية الوعي واللاوعي معا، 2 مليون معلومة في الثانية رقم هائل بالنسبة لإمكانية الخلايا العصبية الموجودة عندنا، بس للأسف في كثير مهارات معرفية نحن بنخليها طفلة، علينا أن نتعلم كيف نحسن استخدام العين ورح نحكي عن بعض النماذج اليوم وكيف نطور استخدام الدماغ وتفاعل الدماغ مع الأشياء والأحداث وعمليا انتم بتصور مساله الدماغ تحديدا انتم انتم جهدكم الشخصي بهذا الموضوع يعني ممكن نحكي بعض الاليات للتفكير الابتكاري الابداعي الخروج من الصندوق تفعيل الدماغ هي انتم نشاطكم نحن بنفعله لما نضطر لما ننزنق كليا يستيقظ الدماغ يعني مثل نموذجا في في قصه بنحكيها تاريخيه عن الحجاج بن يوسف الثقفي تعرفوا للحجاج الحجاج شخصية قاسية جدا في التاريخ يعني عندما مات الحجاج لما مات كان في سجنه قرابة سبعين ألف إنسان الواحد أمه ما بتعرفه أمه ما بتعرفه كان يطعميهم رماد بالملح حتى يسودوا سجنهم له سقف في العراق يعني كانوا يتحمصوا الجماعة حتى واحد راحت أمه لعنده طلعوا له هي طلع أسود له ابني مش أسود يا جماعة، أشقر عيونه زرق كذا، قال له والله أنا ابنك حتى بالعلامة كذا وكذا، فشهقت وماتت أمامه. شو عاملين فيه هذا مغيرين الكائن. الحجاج كان قاسي جدا حتى مع خصومه اللي هن بنفس الدولة الأموية آنذاك وبليغ كان الحجاج نحكي عنه أحيانا قصص بالبلاغة، بس شوفوا مع كل نقاطه طبعا هلأ هلأ مش رح نحكي فيه عليها تهجما، لكن التاريخ يروي بوضوح. الحجاج لما مات رفع طرفه إلى السماء وهو كان يعني دموي بشهادة التاريخ الإسلامي كله من كل المذاهب قال اللهم اغفر لي فإن الناس قد أجمعوا على أنك لا تغفر لي فشلهم يا ربي ترى أنه عم يهز نخوته للإله مش سهل هو كمان فعليا فبلحظة الحجاج كان عنده منافس هذا المنافس هو الوحيد تقريبا اللي انا قرات عنه بالتاريخ تفوق على الحجاج عن كان عنده استعمال مميز للدماغ ذكاء لحظي بنسميه هذا الحجاج ضل وراء منافسه ضل وراء منافسه لحتى وصلوا للاعدام لما بده يروح ليعدمه هذا المنافس امه كانت تترضع الخليفه فراحت لعند الخليفه بتقتل لي ابني معقول قال لها لا مش رح اقتل لك اياه كيف ليش بده يقتله هو خلص وقعوا فيه قال عندي حل كرمال عيونك انت راح اعمل قرعه وخلي الله يختار اذا بده يموت ولا لا قالت له كيف يعني قرعه قال بنكتب ورقه بيجي الحجاج بيكتب ورقتين وبيحطهم بقلب حوجله ورقه عليها يقتل وورقه عليها لا يقتل بيخلطهم وبيختار ابنك بايده يختار وحده اللي بتطلع له حظه نصيبه قالت له ماشي فقال له يا حجاج اكتب لك ورقتين حجاج شو رح يكتب على الورقتين يقتل وما كذب خبر الزلمي حط يقتل يقتل طواهن وحط له جابوا له اياهم هذا وقف في لحظه ما تم... الوضع خطير كيف تطلعوا حالكم من هيك موقف وضع خطير هيدا الزلمي حرك حرك بهالورق حرك صار <applause> يكسب وقت ليفكر سحب ورقة طلع فيها باسها وحطها على راسه وأكلها وكيف أكلت الورقة ليش؟ قال ألف الحمد لله طلعت الورقة لا يقتل قال قالوا شو عرفنا لا يقتل؟ قالوا طلعوا بالورقة الثانية. فسحبوا الورقة الثانية والله اه هي يقتل معناتها هذيك لا الخليفة بيقدر يكذب حاله قدام الناس ولا الحجاج بيقدروا انه عمل هيدي الخدعة ونجا الرجل. الذكاء البشري ممكن يطلعنا من أسوأ المواقف. خلونا اليوم نوظفه نحن بعملية القراءة تحديدا. ماذا نقرأ أولا؟ سنتحدث عن هذا بعد أن نعرض تجربة رحنا على مكتبة عامة، شفنا الناس ماذا يقرؤون وكيف يقرؤون، خلونا نحضر هذا التقرير سوياً ثم نستكمل طيب انطلاقا من اخر نقطة قالوها الشباب، أنا مبسوط إنه هم ما بيلتزموا بأشهر مثل عند القراء اللي بيقول المجنون من يعير كتابه، وأكثر جنونا منه من, من يرجعه إليه يعني لا تعير لا ترجع إذا استعاد، هذا بيحكوها من باب المداعبة لأهمية المعرفة أو أهمية القراءة، لا أنا بنصح بنقل المعرفة، نقل المعرفة قد ما فيكم، بس اعملوا مثل آخر أخت حكيت تخليكم تعلموا تنقوا لحتى لحتى يرجعوا لكم اياهم بالمبدا مرت معنا مجموعه من الاراء في وحده من ضمنها انا بدي اسال أشوف الجميع شو عندهم فيها من منكم يجد صعوبه في اكمال الكتاب تماما من الجلده للجلده يعني بقرا فصل من هون ابحث من هون شغله من هون في في حدا رافع ايده ومخبي وجهه <applause> طيب يعني والبقايا بتقرأوا كاملا غالبا الكتاب اللي بدكم اياه اه اللي بنحبه في نمط من الاشخاص لو بيحب الكتاب بيخطف الكبايه من راس المعون مثل ما بنقول فبيتجاوز يعني هذا البحث مش حلو بيقفيه بيرجع للفهرس في شيء احلى قدام بنط قدام بيقول خلصت هذا الكتاب هاي تقنية على فكرة مش مرفوضة مع مجموعة من الكتب مع نوع من المطالعة اللي هو مش كثير علمي ومترابط الادبي ممكن نقطع فيه شوي هيك. خلونا نشوف بالبدايه كمطالعه انواع المطالعات هلا عم نحكي الان كنظام مطالعه انا بنصحكم هيدي الانواع تحولوها الى جداول انواع الكتب التي نطالع فيها يعني لما نقرا في كثير اشخاص شو بتقرا بيقول لي روايات طيب وغير الروايات؟ روايات بس روايات بتفكرت تقرا شيء اخر قال لي لا حتى لما انزل معرض الكتاب جيب روايات الروايات هي احد انواع كتب المطالعه اذا اردنا ان نبني عقلا ناضجا سويا مفيده لكن بحاجه الى الانواع التاليه التي ينبغي ان نقراها النوع الاول للمطالعه هو الكتب الفكريه ان نقرا الافكار يعني الكتاب يلي صاحبه عم ينظر هلا في حدا يقول لي ما بحب النظريات، لشو التنظير؟ مش قصدنا التنظير الفارغ. بس قصدنا الشخص الذي يكتب افكارا. مش بس عم يوصف الحياة، عم يوصف الوجود، عنده فكرة متقدمة، فكرة عميقة. ممكن نقرأ شيء افكار وجودية احيانا بتكون عنده اياها. الفكر تحديدا عندما نقرأه يعطينا ميزتان اساسيتان غير بقية القراء. اولا هو بخلينا نشترك مع ما يسمى العقل الجمعي للبشر نحن هلأ كبشر كلنا اللي قاعدين بالقاعة كل واحد مننا عقله عكتاف صحيح لكن ثمة ما يسمى بالعقل الجمعي للبشر هو مجموع عقولنا جميعا هذا العقل الجمعي لا ينقل إلا عبر عملية المطالعة حاليا ربما بمرحلة متقدمة عند البشر ينقلوه لاسلكيا وايرلس بطريقة ما لعله تقنيات لكن مبدئيا نحن لا نقوله الا بالقراءه فبصير انسان كجزء من العقل الجمعي للبشر بحيث تصير اكتشف الفكره اسرع من المحيط اللي حوله اللي ما بيقرا يعني كان على هالموضوع تعرفوا كم مقال بينزل كل يوم الصبح مع اشراقه الصباح كم مقال علمي بكر جديد بعد اول مره بينطرح هذا العنوان كل يوم صباح كل يوم على هذا الكوكب هنالك قرابة سبعة آلاف مقال علمي جديد يولد نحن كل ايه نقرأ عنوان جديد كل سبعة آلاف كل سبعة سنة لا لا مش الكل وأنا برجع بقول لكم هون كونوا أكيدين نحن ما بدنا نجدد حالنا لكن بدنا ننتبه لأهمية المعرفة بهالموضوع سبعة آلاف مقال جديد كل يوم أنا وين منهم؟ هلا النقل المعرفي للغة العربية من اللغات الأخرى صعب شوي صراحة، يعني ما عم تنزل بلغاتنا كثير، لكن في كم هائل من المعلومات، البشرية كانت تضاعف معلوماتها كل ألف عام، كل مسيرة ألف عام بتزيد معلومات البشر كلهم سوا العقل الجمعي للبشر 100% كل ألف عام. انخفضت المدة بعد فترة صارت كل 500 عام تقريباً. بعدين كل 300 عام تقريبا اليوم كل ثلاث سنوات كل ثلاث سنوات تتضاعف معلومات البشر على فكره نحن اليوم مش دارسين تداعيات هذا ال... هذه الثوره المعرفيه مش عارفين يعني وين بتروح البشريه فيها بس هالقد مشان هيك شدوا الهم شوي وخلونا نقرا اكثر فاكثر إذا تلاقح الأفكار النقطة الأولى، أنماط التفكير النقطة الثانية. أنا إبن بيئة معينة لهذا أفكر بطريقة معينة، وبحاول أطلع بالتنمية البشرية خارج بيئتي شوي لأفكر بطريقة مختلفة. وأنت إبن بيئة معينة وأنت ابنة بيئة معينة وكل واحد منا وليد البيئة. إذا قرأتم لمفكرين آخرين بيعدوكم بأنماط تفكير طريقة تفكير جديدة صنعتها بيئاتهم هن. فبتكونوا عم تكسبوا إبداع مش رح تقدروا تأخذوه إلا إذا تمروا بنفس الظروف أو تقرؤوهم لهذه العقول الجيدة فأولا أن نقرأ الكتب الفكرية اللي منكم هلأ ما عنده كتب فكرية عم يقراها على القليلة يحط على الليستة أنه بده ينقي كتاب فكري لكن لعقول نظيفة مش أي عنوان بيجي وهلأ نقول على أي أساس نختار الكتاب النوع الثاني الأدب الأدب شيء مطلوب جدا واللغة الجميلة مطلوبة جدا الأدب يكسبني لغة جميلة وحس جمالي بصير شوف الجمالات في الأشياء يعني حيث التفت بتلاقوا الشاعر لما يمشي أنه في نبتة صغيرة نحن على طرف الطريق إذا بنشوفها منشوطها يمكن بيوقف حدها بيتأمل فيها بيتغزل فيها ما هذه الحياة النامية على جنب المدينة الموحشة ويبلش يتغزل أنا بذكر مرة صار معي موقف عندي صديق يعني كثير مغرم بالأدب ألو ما بعرف إذا صدفت القصة هيك بس هو كتير مغرم بالأدب وبيقرأ كم هائل من الروايات دودة كتاب بنسميها يوم من الأيام صار في حريق بمحل تجاري محل تحت البناية صاير صار في حريق جوا البناية تحت بقلب نفق البناية يعني فكل العالم ركضوا إنه في حريق يا جماعة والدخنة عم تطلع وتمشي مع السقف وتطلع لبرا البناية كلنا مشغول بالنا يا حرام شو صار في هيدا صاحب المحل ومنين كل هالنار قوية وهذا بضاعته بلاستيك حتى هالقد عم تشتعل ولا شو وصاحبنا مسهّم بالسقف عم يطلع بالسقف فقلنا له يا فلان شبك قال الدخنة هي وعم تمشي على السقف حلوة إيه أي في هيك تعرجات لحتى توصل وتطلع لبرا البناية معجب بال عم شوف فيها جانب جمالي هالكل كل شيء في نقطة جميلة في الحياة هذا الحس الجمالي عن جد بتعطينا اياه قراءة الادب. في انواع من الروايات تكتنز حسا جماليا عاليا. النوع الثالث من المطالعات هي الروحانيات. وهون خلوني احكيكم احكيكم تقنيا شوي. سواء كنتم متدينين ولا مش متدينين. سواء كنتم مؤمنين بشيء ما في هذه الحياة أو مش مؤمنين بشيء ما الروحانيات لها علاقة بإنسانيتنا الصرفه يعني اليوم في ملايين الناس ما عندها معتقد أصلا تروح تعمل يوغا القراءة في الروحانيات تكسبنا نقطتين اثنتين على خطورتها وحساسيتها طبعا لا سيما لأنه في كم هائل من الكتب اللي اسمها روحانية وهي أبعد ما تكون عن الروحانية هي مجموعة من العقد أحيانا بتكون أولا أن قراءة الكتب الروحانية تعطينا نظرة للوجود ككل يعني ما هو الوجود؟ شو فلسفة كل واحد مننا فيه؟ في بعض الأشخاص كانوا دائما يسألوني إنه الله عم يتسلى فينا إنه خلقني ليش؟ لماذا؟ مرة من المرات كنت عم بحكي نظرية فلسفية اسمها نظرية وحدة الوجود قدام شخص هو لا ديني يعني أول ما عرفني على حاله قال لي أنا ملحد قلت له بشترك معك بالإنسانية بيحب يشرفني آخذ وأعطي معك إذا كنت عم تشغل عقلك في الموضوع قال لي إنه فكرة الله داخل في كل شيء لا كشيء داخل في شيء بتقولوا انتم هيك وخارج من كل شيء لا كشيء خارج من شيء عرب لي اياها لهيدي شو يحز حزيره هيك راكب القصه براسه قلت له ليك هلا مش اعطيك جواب كامل بس في عندنا نظريه لطيفه فلسفيا بنصحك تبحث حولها تتامل فيها اسمها وحده الوجود وحدة الوجود معناها هي لملا صدر تقريبا هو من اكثر من برع فيها احد فلاسفة للغرب يعرفون اكثر مننا للاسف أنه كل هذا الوجود قطعة واحدة أنتوا وأنا كلنا قطعة وجودية واحدة والكواكب والمجرات والأفلاك والشجر والبسين اللي بالشارع والجمادات والكائنات الحية قطعة واحدة لكن هذا الوجود له كثافات مثل قطعة ضوء هون في نقطة مضوية أكثر هون نقطة مضوية أكثر أنا كثافة معينة فاسمي فلان أنت كثافة معينة اسمك فلان أنت كثافة اسمك فلان لكن كلنا نشترك بهذه الطاقة الوجودية الكاملة فهو صفهم بالموضوع قال لي مهم أنا بذكر أن التقيته قرابة بعد ثلاث سنوات من الحادثة كمان بالصدفة قال لي من وقتها أنا عم بقرأ عن وحدة الوجود لليوم بغض النظر أنه أنا معه ضدها بس شيء جميل تصنع لنا نوع من الرؤية الوجودية الواسعة ثم تعملنا سلام داخلي لما نعرف حالنا مثل ما بيقول علي بن ابي طالب عليه السلام رحم الله امرئا عرف من اين وفي اين و والى اين القراءة في الروحانيات مطلوبة بس هون اسمحوا لي حذركم شوي هناك بعض الشياطين ينطقون باسم السماء موجودين وبيجيبوا احاديث وايات قرآنية مثل ما في ملائكة بتحكي باسم السماء في شياطين بيحكوا باسم السماء مثل ما في انبياء صادقين في انبياء كاذبين وكانوا نفس الانبياء يلعنوهم. فكتير كونوا دقيقين وتاخذوا روحانياتكم تاخذوا روحانياتكم من جهه نقيه، من مصدر عذب والا بتكونوا رايحين الى السماء بتروحوا الى مكان اخر. طيب هذه نقطة ثانية، أخيرا العلوم الحديثة. العلوم الحديثة لازم كلياتنا نواكب، في جيل من الآباء من الأمهات ما بيتعاطوا مع الكمبيوتر. انه بيكون ابنه عم بيحكي معه انه ما قادر يتعاطى مع الكمبيوتر، ليه؟ ليه لازم تخلي المعرفه تسبقك او الزمن يسبقك؟ بعض الدراسات الفلكيه اليوم الفلك صار عم يحكي عن مجموعه كواكب جديده قابله للسكن وللحياه وانه لعله في مخلوقات فيها. من فتره اكتشفوا سبع كواكب كان في قبل 141 كوكب تقريبا صاروا هلا بحدود 148 كوكب تحتمل عليهم الحياه. اولا مواكبه الزمن مطلوبه الكفاءة الاجتماعية بتعطينا إياها العلوم الحديثة أيضا بصير قادر أحكي معلومة جديدة في بيئتي ثالثا طور معارفي وأضيف إليها معلومات وأدلة وشواهد هذا من حيث أنواع المطالعة الرئيسة الأربعة هو إذا ما عندكم اياها تقرأوا بس أدب حطوا على الليستة عندكم من الفكر الروحانيات العلوم الحديثة ماشي؟ هذا كمدخل عام لموضوع المطالعة كمدخل نظري لها هناك سؤال محوري لازم قبل ما تشتروا أي كتاب أو تفكروا بقراءة أي كتاب تسألوا لحالكم لمن نقرأ للكاتب إذا بنعرف شخصية الكاتب أو العنوان في عناوين جميلة وشيقة عادة لما تروحوا أنتوا على المكتبة كنت تاخذوا شيء لتقرأوه أو إذا كنت تنزلوا بي دي إف عن النت تختاروا عنوان الكتاب بلفتكم وبتقرأوه مين بيختار العنوان مبدئياً؟ اول شيء بالفتنة العنوان طيب مين بيختار الكاتب الكاتب اذا ما نعرفه اذا ما نعرفه لازم نسال عنه بالمبدا بالمبدا يا جماعه نحن لا نختار العنوان لوحده العنوان لوحده ليس له قيمه ممكن حدا يحط لنا عنوان العقل البشري الذهبي لكن مضمونه كثير سخيف انا بنصحكم دائما ان تبحثوا عن الكتاب في حديث جميل وله علاقة بالموضوع عليا يقول فيه خذوا العلم من صدور الرجال ولا تأخذوه من بطون الكتب يعني مش حي الله كتاب اللي كاتبه ما بنعرف مين هو حتى لو عنوانه شيق باخده لازم أعرف الكاتب مين في عنا كتاب نوعيين مثلا نقدر نقرأ لهم بالمجالات الأربعة اللي كنا عم نحكي عنها مثلا بالمجال الفكري في مثل دكتور علي شريعتي مثلا سيد مطهري سيد محمد باقر الصدر سيد محمد حسين في عنا كثير أسماء مالك بن نبي يستحق القراءة من المغرب العربي شو في عنا أسماء كمان مفكرين بيكتبوا ابن خلدون صحيح من التراث بس مهم أن يقرأ له فولا كولو ها عم تقري روايات مطلوب بس على أقل تقدير مطلوب الاطلاع الجيد على الكتاب العالميين آه اولا نذهب الى الكاتب بس هذا ما يعني انه نظلم الكتاب الصاعدين ممكن يطلع كتاب جهابذ احيانا لكن بالمبدا العنوان لحاله ما نقيم يا جماعه الكاتب هو الاهم واختاروه اولا دار النشر ام مكتبه العرض المكتبه ايضا لا قيمه لها في دور نشر مميزه بالعناوين والمواضيع اللي بتختارها وما بتنشر شيء رديء ومن حيث نصيحه المختص او الشهره نزلت على معرض كتاب لقيت ناس محتشدين بالمئات بدون مبالغه بالمئات فكرت انه عم يوزعوا شيء مجانا يعني ولا في شخصيه شوي شوي شهيره قاعده مش قاعدة قاعده وعم تمضي <applause> ها كانك كنت وقتها بالمعرض عم تمضي عن الابراج وكل ما اجى واحد اطلع على شو هالجمعه هيدا اكيد كتاب مهم بصف مع هالناس يلا بناخذه لنشوف شو فيه اكيد هو مش مجتمعين على الفاضي يعني في للاسف في جزء من الناس بياخذها شهره الكتاب. انا بنصحكم تسالوا اشخاص مختصين. شوفوا حدا خبير عنده شويه اطلاع ومعرفه تسالوه. سوف نتكلم في اليات القراءه، كيف منسرعها؟ كيف منضاعف كميه القراءه؟ وكيف نزيد نسبه التذكر والاستيعاب بعد فاصل قصير ان شاء الله. موضوعنا حول الكتاب حول القراءة حول تطوير تقنيات المعرفة التي نمتلك وهذه واحدة من مجموعة من تقنيات المعرفة خلونا نركز كل مرة على واحدة منها لنعطي نتيجة أفضل كتاب غيرني للأفضل غير بطريقة تفكيري بنمط حياتي بأسلوبي مين في عنا عنده كتاب حسن منه تفضلي بموضوع كتاب غيرني للأفضل هو كتاب النباهة والاستحمار دكتور, لا دكتور عليه شريعته. أه. الشي علي شريعتي وهو الشيء اللي بفوتنا على نوت ثانيه بالاشياء اللي بتصير معنا بالقراءه أه. أه بالمجتمع اللي نحن فيه المجتمع الضيق المجتمع الضيق عم أبي. تقرأ لفلان بأي معنى قصدك المجتمع الضيق؟ أه المجتمع الاسلامي لنقول يعني المنطقه السكنيه الملتزم مع انه هو متطرف يعني انا بسميه ما بسميه التزام آه يعني أصدق على الشق مجمو... المتطرف من مجتمعنا مزبوط اللي هو يعني كثير لانه في ناس لا منفتحه وفي ناس متشدده او متطرفه مزبوط طيب شو آه الفكره؟ انه فلان مثلا هيدا ليش عم تقري له؟ اقري لاهل البيت، اهل البيت ليش عم تخدم من علي شريعتي او عم تخدم من اوشو او عم تخدم من لينين او عم تخدم من هتلر؟ أها لا كفار لازم تقري لاهل كفار. البيت مية بالمية عشوائي تقرأي أنت <applause> طيب. اللي بيصير معنا أنه نحن مثلا على المواقع التواصل الاجتماعي لما نعمل مشاركة لرأي من هيدا الأراء بتقوم الدنيا ما بتقعد من قبل هول الأشخاص أنه لا ليه عم تتأثروا فيهم أنا بنظري <applause> الحكمة ضلت المؤمن أين أينما وجدت هو حق بها أنا بتشكرك بس... على لفتي فعلا آه هذا في رد جميل تفضلي في هذا رد جميل حديث نص حديث يقول الحكمة ضالة المؤمن المؤمن بهالمعنى بصير إنسان عاقل المؤمن مش حدا مغطي عيونه وماشي على غير هدى الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أولى الناس بها يعني أنت أهم لك أنك تستفيد من كل الأشخاص طبعا اللي بيقولوا لك بهذه الطريقة هن أشخاص لم يفهموا الدين ولا روح الدين جيدا ما فهموها الأساس للتعامل معهم ليكي في عندك تقنيتين تقنية تجاهل وتقنية أن تغيريهم للأفضل إذا بتقدري إذا ما بتقدري يوما من الأيام قال علي عليه السلام لخادمه لما إجا واحد شتمه تعمل كذا صفتك كذا بتنافق تقرأ لكافر مثلا قال له يا قنبر دع شاتمك مهانا تجاهل في صنف من الناس تجاهل يكفي التجاهل يقتل الأفكار السيئة كثيرا ما يقتل في حد عنده ايضا تفضلي ورح ارجع لعندك بعدها مباشرة طيب عندنا رأيين كتابين غيرانا للأفضل رواية قواعد العشق الأربعون قواعد العشق الأربعون آه جلال الدين الرومي وشمس التبريز صح آه. آه. كمان نفس مثل ما حكيت الصبي ليش بس ليش آه غيرتك للأفضل؟ آه حبيت كيف يحكوا بطريقة روحانية عالية كيف أه. الأفكار اللي عم تنطرح فيها مميزة ما بتشبه غيرها لكن جميل أنه يأثر فيك كتاب من هذا النوع وللأنصاف أنا قارئ لهذا الكتاب لأليف لا شفاق كتاب جميل النقطة الأولى أنه جميل صحيح لكن مش كل أفكاره تعبر عن الحالة الصوفية حتى يعني الصوفية اللي بنقبلها والصوفية بنرفضها مش كل أفكاره تعبر عن هذه الحالة يعني هي كانت ذوقها الصوفي يعني شمس الدين شمس التبريزي وجلال الدين الرومي هو الاثنين ما عاشوا نفس الاحداث الموجوده في الروايه لكن بالمبدا كتاب جميل بالفعل ويستحق الاطلاع عليه في عندنا راي اخر ايضا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام كتير ورحمه الله كتب تترك اثر بشكل بس انا بتذكر كتاب قصتي لسمير القنطار اها كثير رائع يعني طريقة ثباته على الأفكار قديش صمد وما كان يغير رأيه مع أنه قادر يتنازل لآخر دقيقة جميل لآخر بالحقيقة. دقيقة ثابر أثر فيي حسيت أنه نحن أشياء بسيطة نتنازل عنها كيف يعني لازم نكون صامدين أقوى أثر جميل فأثر فيي كثير جميل جميل أنا بنصحكم تقروه آه إيه إن شاء الله لازم نقرأ آه خلينا نكتفي بهالمقدار لحتى نكسب الوقت المتبقي لدينا كيف نقرأ ومثل ما قلت لكم سابقا سؤال كيف هو من الأسئلة الأصعب في علوم التنمية البشرية خلونا نعمل خطة للقراءة من عدة خطوات أول خطوة في القراءة أول خطوة في القراءة أن أصنع بيئة للقراءة يعني بصنع مناخ مناسب مش في كل لحظة وأنا متضايق نفسيا أو أنا مزعوج جسديا أو بردان أو بقرأ لأن الفائدة تقل منيح أن أقرأ بهذا الموضوع لكن طالما استطيع ان اصنع البيئة بتصير مستوى القراءة افضل، من ضمن هذا ان اختار مكان اضاءته مناسبة، درجة حرارته مناسبة، الجو الخاص بي أنا. وعلى فكرة هذه مش بس في القراءة. هذه تقنية نفسية لها علاقة بتحفيز النفس البشرية، حتى بالصلاة مش مستحب الصلاة يكون في عندكم زاوية محددة في المنزل كل يوم تصلي فيه استحباب شرعي. مجرد ما تفوت على هذا المكان المناسب للصلاة بتكون صلاتك فعالة تماما في عملية القراءة. بتروحوا للمكان اللي رتبتوه ليناسب القراءة، بتصير تجربة جميلة وبتحفظوا منها أكثر. إذا أول نقطة أن نختار المكان ونصنع المكان ونصنع أجواء مناسبة وهادئة ومريحة لعملية القراءة. من ضمن موضوع الجو المناسب والبيئة المناسبة هناك معلومة جميلة تستحق أن تطلعوا عليها جميعا وهي موجات الدماغ نحن كبشر في كل حالاتنا في كل يومياتنا لدينا أربع موجات دماغ رئيسة أربع موجات تحفز أو خمول في عنا الموج اللي من تحت اللي هي الدلتا منسميها اللي هي اللحظة اللي نطفي فيها كليا اللي هي بتكفيها الدجنتير مثل ما عبر البعض هذا بين 0.5 ل 3.5 كموجات كهرباء الدماغ الرجل عادة بيقرب لل 0.5 المرأة بتقرب لل 3 أكثر لأنه حتى لما تنام بضل نشاطها العقلي متحفز أكثر طبعا كائن قوي الحمد لله الموجة اللي فوقها فيتا هي موجة متوسطة ما قبل النوم في هذه الموجة لا ننصح بالقراءة أصلاً اللي هي انا بكون عمليا عم بغفلوا فيه بغفلوا فيه هل بدهم يقراوا للامتحان انا بقولهم لهم كل شيء ضمن هذه الحاله يودعوه لانه لن يبقى اذا غلبتك عينك وانت في الصلاه فاقطعها ونم هيك بقول الحديث فانك لا تدري تدعو لك ام تدعو عليك انه شو هالصلاه اللي مثل قلتها فعليا نفس الشيء بالقراءه الموجه لفوقها الفا وبيتا هو الموجتين ممكن نستخدمهم لكن الموجة الثالثة هي الأنسب لعملية القراءة وصفاتها في استرخاء تام في هدوء لكن العقل يكون متحفزا هاي الحالة الصحية فيكم تختاروا اوقات تسمى بأوقات الذروة يعني شيء بالصبح وشيء قريب من المغرب هو الوقتين بيكونوا أوقات ممتازة للقراءة وأدنى فيكم بعد عن الملهيات في البيئة إذا النقطة الأولى أن نصنع البيئة النقطة الثانية منسميها النظرة الشاملة وهي على الشكل التالي وهي على الشكل التالي خلينا ناخذ كتاب عندنا كتاب موجود هنا الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي هذا مجرد العنوان يحتاج إلى جلسة مطالعة حضرتك محامي صحيح؟ طيب هذا الكتاب عندما أمسك كتابا لأقرأه كيف أقرأ عادة؟ في كثير عام تطلع بالعنوان وبتفتح وتبدأ بهذا الشكل هذه مش طريقة قراءة الطريقة الشاملة تفيد التالي أول نقطة أقرأ العنوان شو هو العنوان لك صعب حفظه كثير الاتجاهات الحديثة للقضاء الدولي الجزائي أنت هي بتعرف شو فلسفتها ثم في اللحظة التي تليها مباشرة أقلب الكتاب وأفتح الفهرس وببلش اقرا بالفهرس شو مضمون هذا الكتاب ولأهمية الفهرس اليوم بالطباعات الحديثة صاروا يحطوا الفهرس بالأول تقرأ العنوان بتفتح بتلاقي الفهرس ورا العنوان الفهرس الموجز ما هو الموجز في الكتاب هاي اللمحة اللي بتكون موجودة ورا في بعض الكتب ما بتعملها من الطبعات القديمة اليوم الكل صار يعمل لك موجز تفهم شو مضمون هذا الكتاب ابحث عن المفاتيح، شو يعني مفاتيح؟ يعني عندنا طريقة المفاتيح العبارة الأولى من كل فقرة الأشكال والرسومات الموجودة. عندنا الطريقة التالية: امسك الكتاب وتصفحه بشكل سريع سريع سريع. هلا صعب كله مصطلحات صراحة. الركن المعنوي للجريمة، إجراءات المحاكمات، الدوائر، المدعي العام، وضع الأشخاص، كذا 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 كذا. عملت إطلاع أولي، هذا الإطلاع الأولي أنتم بتحسوا ما له قيمة. لكن اللاوعي لدينا بشكل لينك بين كل رابط ما بين كل هذه النقاط وبياخذ صوره اوليه بعدها ابدا بقراءه الكتاب وعندما انتهي من الكتاب اذا بدكم تراجعوه وتحفظوه لاحقا لهذا الكتاب اصنعوا له ما يسمى بالخارطه الذهنيه يعني عنوان الكتاب المحور الاول المحور الثاني المحور الثالث من المحور الثالث بيطلع عنا نقطتين من الثاني نقطتين من هيدا نقطتين بعمل خارطة بصرية شايفين ديش بسيطة هيدا الخارطة لكن إذا بدكم تراجعوا معلوماتكم عن الكتاب يوما ما لاحقا بكفي تطلعوا على الخارطة وانتهى يعني بتكونوا أيقظتوا أغلب المعلومات أنا بتشكرك مجددا والله يعينكم على كل هذه المصطلحات النقطة الرابعة تعلم تقنيات حديثة في القراءة سرعة القراءة العادية التقليدية لدى كل واحد منا 250 كلمة تقريبا في الدقيقة، نسبة الفهم والاستيعاب فيها 45 ل 55% بالمئة. في تقنية أسرع من هذا اللي بنسميها القراءة السريعة. القراءة السريعة ما بين 800 إلى 3000 كلمة في الدقيقة. أنا بعرف شخص بيقرأ 3000 كلمة بالدقيقة بالفعل. هلا انا الحمد لله بقرا اكثر من 800 كلمه في الدقيقه بس مش واصل لهذا الرقم والفارق في هذا الموضوع ان نسبه الاستيعاب تزيد 60 الى 65% لانه انا عم حفز الاداه اللي هي العين واحفز المعالج الذي هو الدماغ طبعا هذا الكلام هو دوره مستقله نعملها نسميها تقنيات القراءه السريعه ونعمل فيها خرائط للعين وتحفيز العين والتناصف اللي بنصير من خلاله نلحظ بالعي بالعينتين في تقنيات كثيرة نحن معودين على القراءة كمهارة طفلة كيف تعلمناها نحن وصغار كيف بعدها هلا عايشين فيها إذا القراءة السريعة هناك ما يسمى بالقراءة لا تستغربوا منها القراءة التصويرية أكثر من 25 ألف كلمة في الدقيقة في الدقيقة يعني بيقرأ كتاب في دقائق نفس الشيء هل أنتم بتشوفوا بناء جميل بنظرة واحدة بتأخذوا صورة وبتمشوا بعد خمس سنين بتتذكروا شكل البناء طب لماذا أتذكر الأبنية ولا أتذكر الصفحات لأن مهارة البصر طورناها في مجالات معينة وخلينا مهارة القراءة السريعة طفلة مهارة القراءة خليناها طفلة لهذا بتجي علوم التنمية أحيانا بتكسبنا مهارات جديدة أقوى وأفضل والمميز في هذه القراءة أنه هي بتساعد على الاستيعاب أكثر سبعين إلى خمسة سبعين بالمئة نحن يا جماعة كائنات خارقة في الإمكانات إذا تعبنا على حالنا وشغلنا هذه العضلات الفكرية لدينا إذا ريحنا الدماغ يعني هو مش مضطر بنكون عم نمشي بالقراءة بنرجع كل شوي لورا مثل ما نحكي متل ما رح نحكي بعد شوي وبالتالي الدماغ بضله كتقنية طفلة النقطة الأخيرة عالج معوقات القراءة يعني مين منكم بيقرأ كلمة كلمة عادة كلمة كلمة تقرأ أكثر من كلمة في نظرة واحدة في حدا بيقرأ أكثر من كلمة في نظرة واحدة يرفع إيده أكثر من كلمة جملة يعني جملة من كم كلمة حسب المصطلحات تعرفوا قد نحن قادرين ناخذ بنظرة واحدة بلمحة واحدة هلا هلا بدون ما تكونوا مدربين على القراءة السريعة سبع كلمات ولو كانت متراصفة إما أفقيا أو عرضيا، حتى أفقيا إذا بنعرض جملة من سبع كلمات لمدة ثانية وبنشيلها تقرأ السبع كلمات أو أقل من ثانية، حتى لو أفقيا هن بيتحدوا اه هن بيتحدوكم مشان تشوفوا قد ممكن تقدروا تلتقطوا وقد إيه أنتم معودين دماغكم على الموضوع، إذا الخروج من القراءة كلمة كلمة بنقرأ جملة جملة سطر سطر فقرة فقرة نكون عم نروح للقراءة التصويرية أكثر. هي أول نقطة. النقطة الثانية الصوت. كمان كونوا موضوعيين معي شوي هون. مين لما يقرأ بيحكي؟ بتمتم بيطلع صوت عمليا. في ثلاث صديقات حد بعضهم نفس عادة القراءة. تقرأوا وأنتم عم تحكوا. أحيانا. في عنا قراءة شفهية وفي عنا قراءة داخلية، هو العادات سيئة بالقراءة بنلغيهم من نحن، الحفظ شيء ثاني هلا انا بحكي عن قراءة القراءة مع الصوت هو تقييد للدماغ يعني دماغكم سريع جدا وعينكم سريعة جدا عم تمشي على السطر بسرعة عالية ليه عم تربطوهم اثنيناتهم بالشفتين واللسان اللي هن بطيئين هيدا من عيوب القراءة اللي بنتجاوزها ايضا واللي بحاجة إلى تدريب التراجع كون عم بقرا نقطة معينة بنسى شو بعمل بهالحالة؟ برجع له. مين بكفي في عنا حدا بكفي ممكن تتذكريها القلة هن اللي بكفوا ضروري جدا تكفوا ضروري لأنه يعني الدماغ لحاله بيتذكر الدماغ لما يضطر بيتذكر مذكرين القصة اللي حكيناها عن الرجل وزوجته لما يكونوا قاعدين عم يحضروا تي في بيكون هو عم يقلب التلفزيون ومش مركز معها ابدا ابدا وهي فاتحت له سيرة من اهم سير حياتها شو عم يصير معها وهو مش مركز في لحظة ما تنفجر انا عم بحكي معك مش عم تسمعني طول عمرك ما بتسمعني فهو بيقدر بلحظه التفت لا انا كنت عم بسمعك ويضطر الدماغ هون يضطر بالمعنى الحرفي الى القيام بتقنيه يعني انه في آه في يعني حفظ البقاء هاي مشان الديمومه انه بده يتذكر لما هلا بدون مبالغه لما الدماغ يضطر يتذكر غصب عنه بيرجع خطوتين ثلاثه الى الخلف بجيب كم معلومه وبيعطيها اياهم انت كنت عم تحكي عن هيك هلا ممكن تساله سؤال ثاني او ثالث وبضيع كليا تكتشف انه ما نعرف عارف لكن اضطر الدماغ يرجع شايفين هيدا الخطوتين الى الخلف الدماغ قادر يعملهم على طول اثناء, أثناء القراءه بس بيريح حاله ونحن الحمد لله مندلله انه قطعنا بيقول لك ما كنت مركز معك مع انه العين قطعت عليها بقوم برجع لا لا ترجع خلي هو يتعود انه بيرجع وصدقوني بصير يرجع تجاهلوا الموضوع يمكن ما تفهميها بس السياق العام كله على بعضه بفهمك إياها بعدين وضيعي خمسة بالمئة من المعلومات لحتى بعدين تكتسبي كمية هائلة من المعلومات والوقت أيضا هذه العادات السيئة في القراءة علينا أن نعالجها وأن نتجاوزها آخر نقطة التذكر حدا منكم عنده مشكلة في الذاكرة؟ الحمد لله أنا واحد منكم تحياتي للي ما رفعوا ايدهم وهنيئا لكم هذه الذاكره في عندنا بطلة لبنان والعالم العربي في الذاكره دكتورة أميرنا شاركتنا باحدى الحلقات هناك تقنيات كثيره للذاكره ونحن عملنا ورشه كامله عن الذاكره لكن انا اليوم بدي انصحكم بشغلتين تحديدا في مجال الكتاب عندما تقرؤون كتابا وبرجع بالتمس منكم أدم فيكم تعاطوا مع هذه المخلوقات المعرفيه عندما تقرؤون كتابا اعملوا معلمين اعملوا اساتذه امسك امسكوا الكتاب بس خلصتوا ضبوه وانتقلوا انتم ككتاب ناطق روحنا عند رفيقك والله قرات لك كتاب بيحكي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه حتى لو زهقوا منكم رفقاتكم شوي بس عملية التعليم عملية التعليم تعطينا تقريبا تسعين بالمئة من التذكر إذا منعلم المعلومة لغيرنا شايفين أهمية الموضوع؟ المعرفة المعرفة مسؤولية، المعرفة أمانة، إذا قرأتم شيئاً انقلوه، وإذا ما عندكم معلومات ابحثوا عنها، ابحثوا حولها، اقرأوا يا جماعة، نحن أمة تقرأ ولو لم نكن كذلك لكان الأمر يستحق بالفعل أن نقرأ لكي نتقدم لنطلع شوي من هذا الترهل الحضاري اللي نحن عايشين فيه للأسف، أنا بتأسف من بعض المشاركات اللي ما قدرنا ندخلها ضمن سياق الحلقه نحكيها هلا ان شاء الله الى لقاء اخر وموضوع اخر السلام عليكم ورحمه الله